الناس يا خلا هربت لك شيء لا ترجع شيريا ما تعرف تلعب كم فارس هناك يا عيال متى يجي عامر كده ونكسر راسه يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر وتوقع بيقعد شهر كامل الاول صن فن يا حلو المشكله جواله مقفل والنبل من يوم ما راح ما اتصل علينا 400 تسلم لي يا حلو تضحك انت وهو اليوم اشتري ساعة اطلق منها المهم عندي 400 يجي بالادب يا ابويا احلى كفي واحلى تكوى بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحة بلو تكفي الروس الان ساعتي انكسرت عشان كذا انا ما اجي حلو دقيقة بالله هذا اللي رايح بيروت كلمني لا اكلم جدتي ايوه اكلمك يا واد عامر انت قبل 3 ايام قلت بروح بيروت ما هرجع الا بعد شهر اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر من الاستهبال لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه هو الواد ده حكيته ايه يمكن مشبه يا ابن الحلال تأكد أكيد إنك غلطان غلطان مين يا أبويا مجنون أنا لو أغلط في عامر تم إنه عامر وراي أجحادك أجل هو هذا اللي مجنني ها يمكن أجته فلوس وتكبر أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام مو بأنت وقيل لنا إنك عرفت بيته إيوة خلاص عيال قول البيت يلا هي تبي شيء بعد طال عمرك لا أبد بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم اني موافق على موعد الاجتماع سمت على عمرك عامر راكب هالسياره وعنده سواق الا قسم بالله انه عامر قلت لكم الحقوا وش يبون ذولا اسرع اسرع ابشر اقول لك امش ابشر امشي بسرعه أبشر. لا توقف ابشر عامر يا ابن الحلال اكفني شرك وش تبي انت وقف مجنون انت بكلمك شوي وقف فلوس عمتك على ايش شايف نفسك وراك مسك وتحت لا تقول لك ما تعرف انا ولد عمك افتح ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون لا 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 وش الحادث ذا؟ وين عناب وحنا وين عايشين به؟ أنا أقول إنه فاقد للذاكرة إي والله إنك جبتها عامر
فاقد الذاكرة، وهو بنفسه يعتقد انه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال، عضلك على شحمه انت واسكت. بعدين تعال يا دبش انت وياه، كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم الا اذا جبنا عامر هنا. يا جماعة، الاستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، ورح يكون شريك معنا طبعاً بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله رح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائياً زي ما هو. ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونون جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا. بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله أبشر. أشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدروش عقوبة الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي في نفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام، الظاهر ما في فايده يا عيال. اقول نقعوا الخيزرانه يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وهو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. اللي قل لي وشو من اللحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح على عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور، ما نبعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكوش! أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. تسود عليه! أي. تسود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟
تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه هي نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. بداتك عامر صاحبي. هلا بعامر ولد عمي. ألف مرة قلت لكم أنا ماني بعامر. أنا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الصراحة واصل يا فندم. أهلا. السلام عليكم. مرحبا. أهلا وسهلا. هلا أستاذ. تفضل حضرتك. تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل. تحت أمر. يا هلا والله وسهلا. أهلا بي. أنا بصراحة أحسد الأستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعة، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي إنك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. انت وصلك كل حاجه بقى. فعليك انا ثامر والاجر على الله. عموما دوق بحضرتك استاذ، يعني ممكن اسالك مثلا راتبك كم؟ مستوره والحمد لله. يعني مثلا نقول 10. تقدر تقول لو حسبتها. يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف. عشر آلاف مثلاً لو حسبناها تطلع هذه الفلوس، يعني يمكن راتبك لمدة سنة. لا ما أعتقد، يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا، هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي إيه؟ المبلغ هذا أبغى أشتري فيه عيونك. تغمض عيونك كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي الصفقة. اسكت انت يا شباب، اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟
يعني هذا مو بعامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح. يا جماعه هذا سياره عامر. السياره سياره عامر، وعامر يقول انا نور. ايش الحكايه؟ ايش الهرجه؟ أهلا أستاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. اعتقد ان مهمتي انتهت استاذ نور. نور؟ انا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب اني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني اركب معك اني حسيت انك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ما أدري إيش أقولك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل أمانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت إني محاسب بسيط، واكتشفت إن فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي، وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتك.